كيف لقلبي أن ينساك يا من أحن إلى رؤياك في شدتي من أملي سواك سأظل يا ربي أهواك يا من بحالي دوما عليم وقفت ببابك أنت الكريم ربي أنت رجائي فاقبل دعائي واعفو عن ذنبي يا رحيم الله ربي أنت رجائي فاقبل دعائي واعفو عن ذنبي يا رحيم أحسن حال ورزقتني من دون سؤال في سجدة في جوف الليل ذكرت ربي دمعي سال يا من بحالي دوما عليم وقفت ببابك أنت الكريم ربي أنت رجائي فاقبل دعائي واعفو عن ذنبي يا رحيم الله ربي أنت رجائي فاقبل دعائي واعفو عن ذنبي يا رحيم يا من بحالي دوما عليم وقفت ببابك أنت الكريم ربي أنت رجائي فاقبل دعائي واعفو عن ذنبي يا رحيم الله ربي أنت رجائي فاقبل دعائي واعفو عن ذنبي يا رحيم كيف لقلبي أن ينساك يا من أحن إلى رؤياك في شدتي من أملي سواك سأظل يا ربي أهواك يا من بحالي دوما عليم وقفت ببابك أنت الكريم ربي أنت رجائي فاقبل دعائي واعفو عن ذنبي يا رحيم الله ربي أنت رجائي فاقبل دعائي واعفو عن ذنبي يا رحيم الحمد لله والشكر لله أزكى صلاتي وسلامي على رسول الله أزكى صلاتي وسلامي على رسول الله في ظلام الكون شمس أشرقت فينا بعدما ماتت قلوب جئت تحيينا يا ختام الأنبياء نورا وضيا يا شفيع الشفعاء جئت بالإسلام دينا والحمد لله
والشكر لله الحمد لله والشكر لله أزكى صلاتي وسلامي على رسول الله أزكى صلاتي وسلامي على رسول الله افرحي يا طيبة أنت دار نبينا لو يفيض الشوق إليك من يداوينا دعوناك يا مجيب أن نلقى الحبيب يا نبي مهما تغيب أنت في القلب يقينا الحمد لله والشكر لله الحمد لله والشكر لله أزكى صلاتي وسلامي على رسول الله أزكى صلاتي وسلامي على رسول الله فرباد മാർഗങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സ്വീകരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയും ഒരുപാട് നമ്മളുടെ പഠനത്തെ വൈകാട്ടാൻ നമുക്ക് ഈ കോളേജിനെയും കോളേജ് നടത്തുന്ന ഈ ഒരു കോൺഫറൻസിനെയും സ്വീകരിക്കാമെന്ന് വ്യക്തമാക്കപ്പെട്ട ഒരു മജ്ലിസായിരുന്നു ഇത്. الحمد لله والشكر لله أزكى صلاة